الحالة دي؟ الحمد لله الحمد الحمد لله لله. طمنا عليك دلوقتي، اخبارك ايه؟ انت فينك؟ ان شاء الله ترجع امتى باذن الله؟ يعني الحمد لله عملت تقريبا العمليه في كان 23 واحد، فدلوقتي تقريبا بقى لي 23 واحد؟ بقى لي 3 شهور دلوقتي، والحمد لله الامور ماشيه كويس، و يعني بدات اجري شويه شويه، وان شاء الله باذن الله قريب اروح للفرقه ان شاء الله وابتدي التمرين معاهم ان شاء الله. كان ايه؟ رباط صليبي؟ كان صليبي. ده في ماتش ولا في التمرين؟ ماتش انبي. حد دخل فيك ولا انت لفت لوحدك؟ لا، كان ناصف طبعا غصب عنه وقع على رجلي. ناصف غصب عنه طبعا وقع على رجلي من فوق كده. انت كام سنه دلوقتي يا ايمن؟ 35 36. ولما جالك حسيت ان خلاص ولا عادي؟ لا والله عادي خالص. عادي يعني إيه؟ ما الحمد لله عمر ما جال الاحساس ان انا يعني ابطل او انا ما بقتش قادر، فاقول خلاص ان الرباط الصليبي بالنسبه لي صعب قوي، فهتبقى الرجعه صعبه فمش هتقدر. يعني ما جاليش الاحساس ابدا الحمد لله. ودلوقتي مرحله الحمد لله اللي نزلت الملعب بس بتجري بس. بجري بس. مستقيم بقى ولا زجزاج خلاص؟ لا يعني بنوع لحد ما اروح الفرقه، عشان يعني ابقى خدت لي حوالي اسبوع 10 ايام كده الحاجات التاهيليه الاوليه، عشان لما اروح ابقى يعني قريب كل ده لوحدك تماما. عملت لا معايا طبعا. لا انا كنت بتاهل في الاساس مع الدكتور خالد رشوان. بتاع المخصص؟ لا مش بتاع المقص، لوحده دكتور. لوحده. بتأهل معاه. دكتور التأهيل يعني. دكتور التأهيل. الباقي عملت عملية هنا ولا هنا؟ لا في تركيا. تركيا. باقي كويسين في الحتة دي؟ طبعا 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 شاطرين جدا، يعني يمكن دلوقتي اشطر اللي انا عملت معاه. في زراعة الشعر اللي عارف ان هم زراعة الشعر جنون دلوقتي. كل الناس راحت تزرع. ما زرعتش انت حاجة؟ مفيش حاجة؟ الحمد لله لسه مش دلوقتي، شوية مبطل يعني. لكن ما اعرفش هم في الركب كمان كويسين؟ لا شاطرين جدا. لا والله. جدا طبعا جدا. عملت العملية الحمد لله. الحمد لله. والعملية الحمد لله نظيفة جدا. بدأت التأهيل مع الدكتور خالد رشوان. هو الدكتور عامل دكتوراه في الركبه بس، الركبه والفقرات، بيعالج صليبي وفقرات بس ظهر. الحمد لله الراجل لما اتقابلت معاه واتكلمت ارتحت جدا، ومن الشغل بدات اعرف ان هو فاهم. وخلاص بقت الثقه موجوده، فبقيت اتمرن. والاستجابه الحمد لله كانت كويسه جدا جدا، وسافرت تركيا شفت عملت شيك على رجلي، الدكتور قال لي تمام تقدر تجري وتباصي تعمل الحاجات اللي هي لحد ما تاخد الاحساس ان انت تنزل الملعب شويه شويه عشان تبتدي تلعب مع الفرقه الحاجات الخفيفه عشان الرهبه تروح وتبتدي تخش ان شاء الله واحده واحده. امتى بقى باذن الله تبتدي يعني تاخد الكوره الاول احساس الكوره ده خلاص؟ يعني يعني مثلا ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله نروح الفرقه ان شاء الله. لا والله ده كويس يعني، ده ان شاء الله يعني. زمان كانت الرباط ده 6 شهور مثلا، دلوقتي ممكن هي 4 مثلا. هو لا هو بص يا كابتن، هو دايما الـ 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 الكتاب بيقول من 4 ل 6 شهور انت ممكن تلعب في الفتره دي. لكن طبعا مع التطور بتاع الطب والتاهيل والاستجابه بتاعه اللاعب نفسه، وانت رغبتك ان انت كنت عايز ترجع ولا لا، فكل ده بيساعد. يعني في ناس مثلا ممكن تتمرن مره، في ناس ممكن تتمرن مرتين وثلاثه. بالتمرين الكتير ترجع بسرعه؟ لا لا طبعا مش بالتمرين الكتير. ممكن ربطك توقع. بالظبط. ما هو يعني انا لما كلمت الدكتور في تركيا لما كشف علي قال لي اعمل كل حاجه بس بعيدا عن ان رجلك تورم. ابعد عن اي حاجه، طالما رجلك ما ورمتش فخلاص يعني جاهد، يعني اعمل اللي انت عايزه. اي احمال اي حاجه ابتدي زود في الاحمال واشتغل كويس جدا لحد ما تلاقي نفسك تمام واشتغل. فانا الحمد لله بشتغل الصبح وبعد الظهر، يعني الصبح بشتغل بس الصبح بشتغل الحديد والجيم، وبعد الظهر بنزل اجري. والحمد لله ماشي كويس، الامور ماشيه كويس جدا معايا الحمد لله. طب ده الجيم ده مهم جدا يعني، ما بس ما تحطش اوزان يعني وحاجات خفيفه جدا. لا اوزان طبعا. لا والله. يعني تلعب هو طبيعي لان انت عديت المرحله خلاص بتاعه الخمسه والعشره والحاجات. لا والله. بتلعب دلوقتي باوزان كويسه الحمد لله. بس ما بتنيش بقى على طول انت فارد. لا يعني خلاص الدكتور لما رحت له قال لي ممكن تشتغل عادي. طب خلاص يعني الحمد لله. يعني الحمد لله يعني ركبه الحركه قال لي الحركه طبيعيه الحمد لله، مفيش حاجه مفيش اي الم ولا حاجه الحمد لله. ان شاء الله امتى بقى ان شاء الله تلعب يعني نشوفك بقى موجود في 18؟ خلينا في 18 كده تنزل خفيف يعني. يعني العب دي حسب انت متوقع امتى يعني؟ ممكن على اخر الشهر. الشهر ده؟ 5 يعني. خلاص معنا 4 شهر فعلا ان شاء الله. ان شاء الله والله ان شاء الله باذن الله هيكون لعب مثلا لعبته مثلا 4 5 ماتشات كمان. ممكن احنا دلوقتي اسبوع المقص لعب المقص لعب 25 ماتش، 4 ماتشات من دول تلحق لك 8 ماتشات حلو ان شاء الله باذن الله. باذن الله. بس هو الكابتن ايهاب بقى ان شاء الله باذن الله حسب. لعبت السنه دي معاه كام ماتش؟ طبعا لعبت كل الماتشات اساسي. الحمد لله على طول الحمد لله. رايك ايه في ايهاب جلال يعني اول ما جه السنه دي كنت شايفه ازاي؟ لا يعني كنت اول ما جيت السنه دي اول ما تعاملنا ما كانش في تعاملات بيكلمني، لما قعدت معاه اول ما جه الكابتن ايهاب رحت قعدت معاه في انت كابتن الفرقه بقى بتقعد معاه تشوف الدنيا ماشيه ازاي. وهو مستجيب جدا جدا يعني هو
هو متفتح جدا تقريبا كابتن ايهاب، كان عايش في امريكا وخد الدراسات بتاعته كلها من امريكا ومن بره، فعنده الاستجابه الفكر بتاع الناس اللي بره ان انت تقعد مع اللعيبه الكبار، مش هقول مع كابتن الفرقه، مع اللعيبه الكبار عموما في الفرقه. بيتكلم معانا على طول، الفكر بتاع التدريب بتاعه عنده فكر مختلف، الفكر بتاعه يعني كميه التمرين والمعدلات وكل حاجه بتعمل هو تقريبا يعني دارسها ومحددها، وراجل بيجي محدد البرنامج بتاعه بتاع التمرين. ما بتلاقيش ابدا فراغات بين التمرين والتمرين، البرنامج ماشي على طول باستمرار كويس. الفكر بتاعه اللي عاجبني ان هو عنده حاجه في دماغه ولازم ينفذها. ايا كان اللي بيلعب، هو الراجل ماشي في طريق سليم مظبوط. الفرقه ماشيه كويس جدا جدا الحمد لله دلوقتي، ربنا يكرمهم ويفضلوا ماشيين على كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فاحنا لحد دلوقتي الحمد لله الكابتن ايهاب ناجح جدا مع الفرقه، وان شاء الله نكمل على كده، وعلى نهايه السنه ممكن ربنا يسهل باذن الله نحجز مكان حتى نلعب في افريقيا.